مرحبا. اهلا اهلا. قل لي، ألم نشتري أجهزة الكمبيوتر خاصتنا معا؟ ها هو جهازي يتعطل وجهازك لا. لابد أن التاجر قد باعني جهازا فيه عطل من الأساس. يا لحظي العاثر. يا عارف يا عارف، كم مرة أخبرتك أن تدخل إلى الإنترنت وتبحث عن طرق لحماية جهازك من الفيروسات وأعمال القرصنة، وأنت لا تستمع إلي. كل مرة تشكي لي سوء جهازك أو الإنترنت لديك. أتمنى لو تمضي القليل من الوقت بتثقيف نفسك على الإنترنت حول طرق الحماية، علّك ترتاح وتريح. بدأنا؟ ألا يكفيني الجهاز وأنت أيضاً؟ ما الذي فعلته حتى يتعطل جهازي بهذا الشكل؟ ها؟ قل لي. يا حبيبي يا عارف، ألا تدري أنك في كل مرة تفتح فيها ملفات مجهولة المصدر تكون قد عرضت جهازك لاحتمال إصابته بفيروسات خطيرة قادرة على الانتشار في جهازك وتعطيله؟ ماذا؟ فيروسات؟ أعرف أعرف، ولكن كيف؟ يا عارف، عندما يأتيك أي ملف عبر سكايب أو أي بريد إلكتروني لا تعرف مصدره أو صاحبه، تكون بذلك قد عرضت جهازك وملفاتك للاختراق من قبل قراصنة الكمبيوتر. قراصنة؟ أجل، قراصنة أو هاكرز، وهم قادرون من خلال رسائل ذات عناوين جذابة أو حتى من خلال حساب مقرصن لأحد أصدقائك أن يرسلوا لقائمة الأصدقاء لديه رسائل باسمه تحتوي على معلومات زائفة وعلى فيروسات قادرة على اختراق أو تعطيل جهازك. كيف؟ لم أفهم. لا تقلق، لديهم وسائلهم الخاصة لذلك، وهذا ليس كل ما يستطيعون فعله. يا حبيبي، وماذا أيضاً؟ بعد اختراق جهازك يستطيعون من خلال طرق خاصة بهم سرقة معلوماتك وحساباتك مثل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة ببريدك وأخذ تسجيلات فيديو بواسطة كاميرا اللابتوب خاصتك. كما يمكنهم أيضاً نسخ العديد من ملفاتك الشخصية واختراق خصوصيتك. حقاً؟ وكيف أستطيع تجنب تلك الأعمال المؤذية لهؤلاء الكرز على جهازي أو ملفاتي؟ إنهم ليسوا كرز يا عارف، إنهم هاكرز، أي قراصنة الكمبيوتر. يا أخي، كرز هاكرز، المهم كيف؟ كيف سأحمي جهازي لكي لا يعود إلى التوقف؟ أنا من دون إنترنت منذ ساعتين يا رجل. عليك ألا تفتح أي مرفقات ضمن رسائل موجهة إليك من شخص تعرفه أو لا تعرفه، إلا إذا كنت تتوقع وصول هذه الملفات المرفقة منه. وعليك دائماً أن تتأكد من المرسل للتأكد أنه فعلاً هو من أرسل لك هذه المرفقات. كذلك عليك أن تحذر من كل الملفات ذات الأسماء المنمقة والجذابة أو المحتويات المحفزة لفتح ملفاتها المرفقة مثل عاجل، الله أكبر، أو الأخبار التي يتحمس الآخرون لقراءتها، لأنها على الغالب تستخدم من قبل قراصنة متخصصين للإيقاع بمستخدمي الإنترنت وإرسال فيروسات وملفات لمراقبة وسرقة حساباتك الشخصية. كذلك يا عارف، عليك أن تحذر من الصفحات الوهمية التي تأتي ضمن لينكات، أي روابط خاصة الغرض منها سرقة اسم المستخدم وكلمة السر، مثل صفحات الفيسبوك الوهمية. يا لطيف. هل فهمت يا عارف حقاً ما عليك فعله؟ بالتأكيد بالتأكيد، لقد فهمت. سأذهب إلى التاجر الذي باعني الجهاز ليرجعه ويعطيني جهازاً آخر جديد وجيد كالذي تمتلكه. عارف.